هنا أشخاص ورقابة الصوت خفيفي وقالوا الإخوة كم الجامعة الوطنية التالية والحالة اللي كنعيشوها في المغرب هي حالة ديال هجوم قوانين غير مسبوقة. كاين أربعة ديال القوانين تقريبا اللي كتعاود هيكلة الوضع ديالنا كامل كموظفين كوضع عام في المغرب ديال العمال بدءا بالقانون ديال التقاعد والهجوم اللي هو التوصيف ديالو واضح انه قانون لا يحاسب الله بالصنادق بل يعالج المشاكل على جيوب الموظفين والموظفات. هذا العنوان الاول. العنوان الثاني هذا ما يسمى بالتعاقد وتمرير اول مصطلح يلي داروا الاخوان ديال الجامعه الوطنيه للتعليم اللي هو تفكيك الوظيفه العموميه وادخال الهشاشه الجسم ديال الوظيفه العموميه والقطاع ديال الوظيفه العموميه. بالتالي قانون التعاقد هو قانون يراد به جعل المستثمرين اللي كيشوف من الاستقرار النفسي والمهني شخص يعيش حاله الاستقرار يعيش حاله تحكم من خلال بعض الاوضاع ديال بعض الناس بعض النفوس اللي باغيين يرجعوا للمناطق الصخرة ومناطق العبيد ومناطق ديال 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 الاوامر بدلا بناء رجل تحليل كيعيش باستقرار ويعطينا يعني منتوج من تشغيل المواطن اللي باغيناه المغرب ويبني عنده مواصفات ديال الانسان المواطن اللي كيعرف الحقوق ديالو والواجبات ديالو. هذا القانون الثاني. القانون اللي هو خطير وخطير جدا هو قانون الاضرار. الان يراد التدخل في الشؤون النقابيه المركزيه النقابيه من خلال قوانين الاضرار. كيناقشوا معاك كيدخلوا معاك في التفاصيل تفاصيل التصفير الداخلي ديال المنظمات النقابيه من خلال قانون الاضرار. وهذا الامر هذا فيه هجوم واحد الوتيره مستجيره الرد ديالنا الطبيعي خلال العنوان اللي عندنا في الشعار المؤتمر الرد الطبيعي كاين سيكون رد نضالي مستوى الهجوم ورد تنظيمي كجامعه وطنيه للتعليم نضموا الصفوف ديالنا ونضموا شنو سميتو التنظيم ديالنا على المستوى الوطني من خلال المؤتمر ديال 20 مارس من خلال المكاتب الاقليميه والجهويه للتصدي لهذا الهجوم الخطير وغير مسبوق. بالتالي هذا الجيل الذي نعيشه الان هو جيل يجب له ان يتصدى لتوقيف هذا النزيف الاجيال المقبله من الموظفين. بالتالي هذا الموقع نحيي جميع الجبهات التي تتصدى لهذا التراجع اللي كاين في القوانين خصوصا التسقيه ديالنا ديال الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. بهذه المناسبه كنحييهم كاملين كنحيي السي حشام ونستقبل الجهوي ونستقبل الجهوي اللي حضر معنا اللي هو عضو الجامعة الوطنية للتعليم وصديق ومناضل ومعروف في الإقليم ومعروف على المستوى الجهوي والوطني. بالتالي ليس لنا خيار إلا أن ننتمي وننخرط بشكل مبدئي في هذا الجمع ديال التصدي وما سيأتي أكثر. والقانون الخطير اللي نسيت هو الرابع هو قانون الإطار. قانون الإطار جا وشمل هذا الشيء كامل من خلال ضرب جالية التعليم. بالتالي الآن كيوجدوا اللي ما قدروش السنة يبرروا كيوجدوا الخلاصات والأثبنة اللي خصها تتخلص إلى آخره. دونك إلا شفنا أربعة القوانين اللي خطيرة وخطيرة جدا لازم علينا وما تصديناش ليها كون متأكدين أننا في واحد الوقت غنرجعوا لنظام الصخرة ونظام العبيد ونظام ديال التحكم بشكل خطير وخطير جدا. هذا هو اللي خلانا نختاروا الشعار المؤتمر ديال نظام مستمر ضد كل القوانين التراجعية خصمنا اللي حقوقهم تسبب الشكيلة التعليمية. بالتالي لا نقبل هذا الشيء أنه يمرر علينا هذه القوانين. سنناضل سنقاوم سنتنظم اكثر لتوقف هذا النزل. اعتقد ان الاخوه في برنامج عامل من امبوس كافي قد رفعوا هذه الجلسه الافتتاحيه الصباحيه تحيه نضاليه للجميع واخواننا الطيبين.